تختتم اليوم فرقة أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الإيطالي جوزيب فيردي أوبرا ريجاليتو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا. شارك في الأوبرا أيضا فرقة بالي أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة، ويقام العرض على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وسط أجواء موسيقية هادئة وأداء تمثيلي مسرحي متميز، انطلق على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عرض أوبرا ريجوليتو، أحد أهم أعمال الفنان الإيطالي فيردي، والذي يقدم بمشاركة فرق أوبرا وأوركسترا وكورال وباليه أوبرا القاهرة بمناسبة مرور 154 عاما على تقديمه لأول مرة في افتتاح قناة السويس عام 1869. ما يميز فيردي في الأوبرا دي تحديدا؟ ان هو ده كاسلوب بشكل عام، يعني هو بيركز في التعامل بشكل اساسي مع الصوت البشري واخراج كافه الامكانيات اللي يقدر يخرجها من الصوت البشري. يعني احنا عندنا في فقره صغيره جدا في الفصل الثالث الصوت البشري بيأدي صوت رياح، ودي كانت يعني هذا الاستخدام الوصفي او التأثيري ما كانش يعني متعارف عليه او ما كانش يعني منتشر قوي. دي حاجة. الحاجة الثانية هو بيستخدم المساحة الكاملة للصوت البشري. أهم بقى ما يميز العرض إن إحنا كل حاجة جديدة. يعني جديد في إيه؟ بنقدم بطلة من جديدة، بطلة العرض اللي هي البطلة الأساسية، بنت لسه ناشئة، تلميذة في يعني بتدرس في كونسرفاتوار بتعمل ماجستير، وسوليست هنا فرقة الأوبرا خدناها. والجميل كمان اللي بيميز العرض ان المخرج برضو شاب صغير، والجميل برضو ان المايسترو لاول مره يقود اوبرا في دار الاوبرا. ريجوليتو قصة استلهمها فيردي من مسرحية الملك يمرح للكاتب الفرنسي فيكتور هوجو، والتي تجسدت فيها الحب والقتل والإنقاذ بعد أن قرر ريجوليتو قتل الملك الدوق الذي كان يعمل مضحكا له في قصره بعد أن اختطف الدوق ابنته وتعلق بحبها، إلا أن جيلدا قررت أن تنقذ الدوق وتقتل بدلا منه بعد أن أحبت. هي جيلدا شخصية مركبة، يعني هي بتمثل في الأوبرا البراءة والحب والسلام، يعني بتمثل النفس السوية الطيبة، يعني ما فيش جواها أي نوع من أنواع لا الشر ولا الحقد، اللي هي السمات اللي موجودة في البشر عموما. هي كأنها جاية من عالم تاني جيلدا، وفي الآخر طبعا بتحب الدوق وبتقرر أنها تضحي بنفسها عشان الحب. بيبقى في صرامة في الأداء، في دراما، في ميزانسان، قوة في الصوت، في نبرات الصوت. موسيقى فيردي موسيقى معقدة جدا، ففي طبعا شغل قوي مع الأوركسترا والكورال، محتاج دقة، نتمنى يعني يحقق يعني قبول عند المتلقي. يعني العرض كويس جدا، يعني أكتر من كنت متوقع بصراحة، خصوصا الكاستيومز والميوزك يعني أنا كان في دماغي مثلا حاجة تانية علشان العرض ده في مصر، تمام، لان انا شفت فيديوز ليه في ايطاليا وفي دول تانية، بس لا يعني احسن من المتوقع. انا بصراحه كنت خايفه ما افهمش الموضوع قوي، بس البرفورمانس والاصوات يعني تغير الصوت، وفي حاجه في الاكسبيرينس كده بتخليك تفهم وتحس بالموضوع احلى. يعني أوبرا ريجوليتو تم عرضها في اغلب دول العالم بعد أن خرجت للنور لأول مرة في مدينة فينيسيا الإيطالية عام 1851، وحققت نجاحا كبيرا وظلت حاضرة لتعلقها بالموت والحب والتضحية الشخصية، لتقدم دار الأوبرا المصرية كعادتها لجمهورها كل ألوان الفن والثقافة على مسارحها. محمود جميل، التلفزيون المصري.